بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد التمرين السابع من تمارين دورة الوورد. وفي التمرين ده في التمرين دوت هو مدي لك وثيقة، ومطلوب منك ان انت تقوم بكتابة الوثيقة ديت في 10 دقائق، ان انت تراجع بسرعتك في الكتابة باستخدام عداد زمني اللي هو الستوب ووتش، ان انت تكتب بطريقة اللمس. كمان هتنسق الوثيقة كما موضح، مراعين تنسيق العناوين، هتلاحظ فيه عناوين العنوان دوت والعنوان دوت منسقين بطريقة معينة، وكمان ادراج وتنسيق الجدول. طبعا في جدول اهو تم ادراجه وتنسيقه، وبرده تنسيق الفقرات واستخدام حاجه اسمها الاحرف الاستغلاليه هنعرفه بعد شويه، وطبعا الاطار، وعندك برده ايه الترقيم. طيب، وبعد كده هتقوم بحفظ الوثيقه بامتداد الوورد اللي هو الدوكيمنت اكس، وبامتداد بي دي اف اللي هو دوت، وبامتداد الاكس بي اس اللي هو دوت. طيب، طبعا احنا مجهزين يا جماعه وثيقه بالشكل دوت، واحنا برده شغالين على الاوفيس 2010 علشان احتمال ان احنا ننقل بعد كده على اوفيس 2013 او 2017 عشان نبقى ماشيين مع النسخه اللي شغاله حاليا دلوقتي. المهم احنا مجهزين الوثيقه دي، هي ملف البدايه هنرفقها اسفل الفيديو. وفي البدايه نبتدي نمسك فين؟ في العنوان. العنوان هاجي في الصفحه الرئيسيه واكبر الخط بتاعي على كذا 18 كويس، هختار نوع خط يكون تقيل شويه وليكن هو دوت الادفرتايزنج بولد. برضو موضوع الخطوط دوت، انت ممكن تجيب خطوط من على الانترنت وتنزلها عندك، وطريقة تسطيبها سهلة ما فيهاش أي مشكلة. بعدين عندك تقريبا العنوان من فوق هتلاقي إن في بعد حرف اللام في مد، وفي بعد حرف الصاد في إيه في المد. هنستخدم الاختصار اللي هو شيفت مع تاء، نفس الكلام هنا شيفت مع تاء. بعد كده عند العنوان نفسه في عليه إطار كده بهذا الشكل اللون الرمادي. الإطار ده هنيجي في الإدراج ونختار اللي هي أشكال تلقائية ديت او الاشكال التلقائية ديت، ونختار الشكل دوت ونبتدي نحط الشكل اللي عندي. اوكي، هنخلي بس التعبئة بتاعته بين تعبئة، وبعدين هنخلي مخطط التفصيل بتاعه لونه رمادي بالشكل دوت. كويس، ممكن نفتحها شوية بهذا الشكل. لو بصيت كده للعنوان هنا هتشوف ان العنوان نفسه هو نفس العنوان بهذا الشكل. طيب، هنيجي بعد كده لتنسيق الفقره. اول حاجه تلاحظها ان في كلمه كده متكبره ومحطوط عليها ايه خلفيه. انت ممكن تعمل الكلام ده ان انت تمسك الكلمه نفسها تكبر، لكن لاحظ ان الكلمه نفسها واخده سطرين، واخده ايه سطرين. الحاجه دي احنا بنسميها في الوورد احرف استهلاليه. تعال نشوف كده، هنيجي نحدد الكلمه ديت الاول، وبعدين نيجي في الادراج ونختار اسقاط احرف استهلاليه ونختار مسقطه، تمام، وبعدين نبتدي نظبطها بحيث انها تكبر العدد. بس احنا دلوقتي هنخلي الخط عندي هنا على كام، على 14 او 16 عشان يبقى ماشي، خليه 16، وهنعمل له كشيده متوسطه. بلاش كشيده متوسطه، خليها كشيده صغيره كويس عشان ما تاثرش بس على ديت. وبعدين نشوف الاسقاط بتاع الاحرف السلاليه ديت، هنخلي الخلفيه مصغره شويه بحيث تاخد سطرين بس كده يعني. شوية تمام، طبعا هي بس انت بتتعامل معاها بحرص شوية لحد ما هي ما تظبطها كده تمام. وبعد كده ندي لها خلفية لونها رمادي ولكن بالشكل ده، خليها كده عشان متبقاش غامقة، نرفعها برضو كده مظبوط، بحس يا جماعه ان هي تكون واخده سطرين زي ما هو عاملها فين في التنسيق. تمام كده ظبطنا ديت زي ما هو عاملها هنا في التنسيق، واخده سطرين والخلفيه بتاعتها رمادي. تمام، تعال نشوف كلمه الاساس. كلمه الاساس لو انا جيت هنا في الاساس هتلاقي الاساس فيها مد شيفت مع تاء، وهتلاقي فيها كمان اندرلاين اللي هو ده. تمام كده، تمام. طيب نيجي بعد كده في الفقرة التانية. الفقرة التانية متاخد من 1 سنتي ومعمول لها ضبط كلي برضو. تعال نشوف كده، انا هاخد ديت، خلي الخط على، هنخليها 16 هنا، وهناخد 1 سنتي قدام وليكن لحد هنا مثلا. كويس، كتير كده اوي، خليها لحد هنا. تمام كده، وهنعمل لها ضبط ايه، ضبط كشيدة صغير. تمام، برضو احنا ممكن يا جماعة نفتح الخطوط شوية عشان تبقى ايه واضحة. ناخد نقول هنا نفتح ديت على مثلا 1.5. كويس، تمام كده ظبطنا العنوان، ظبطنا الاحرف الاستهلاليه، ظبطنا الفقرات. هنبتدي بعد كده فين؟ في كتابه الجدول.
طبعا انت شوف الجدول هنا اللي هو جدول مكتوب هنا جدول الاحصائيات، ده عنوان اول حاجة هنظبط دي في النص. وهنبتدي ادي كده منتصف، هنكتب جدول الاحصائيات احصائيات تمام، وهنيجي هنا شيفت هوم ندي الخط اللي هو دوت كويس اللي هو ادفرتايزنج اكسترا بولت ده كويس، نخليها اندرلاين اللي هو المسطر، وبعدين هنبتدي نعمل انتر نحوش بس اندرلاين عشان مش في مشكلة تمام كده، ونبتدي نظبط ايه الجدول اللي بعد كده. الجدول اللي عبارة عن ايه؟ لما تيجي تفكر في الجدول لازم تعد الأعمدة، ادي عمود، عمود 2 3 4 5 6 6، وعندي صف 2 3 4 5 6 7، يبقى عندي 6 أعمدة وسبع صفوف. دراج 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، وادي صف 2 3 4 5 6 7. اوكي، واروح اعمل كده، كده نزل لي ايه؟ كده نزل لي جدول بالشكل دوت. تعال نشوف الجدول. اول حاجة البلد هي تلاحظ ان هي واخده خليتين، خليتين في بعضهم، السكان خليتين، النسبة المئوية 3 خلايا، الملاحظات خليتين. تعال نعمل كده، نكتب اول حاجة البلد، نغير بس الخط عشان مش خط كده كبير، نخليه الخط العادي اللي هو تايمز نيو رومان تمام. كتبنا البلد، وبعد كده هنكتب السكان، السكان، وبعد كده النسبة المئوية، النسبة المئوية، وبعدين هنيجي هنكتب الإحصائيات أو الملاحظات، سوري الملاحظات. تعالى نشوف الدنيا ماشية ازاي. هناخد ديت أول خليتين، كليك يمين نختار دمج، أول خليتين كليك يمين نختار دمج، 3 خلايا كليك يمين نختار دمج، خليتين كليك يمين نختار دمج، وبعد كده نكمل هنا عندي مكتبة ميدانية زراعية، مكتبة ميدانية زراعية تمام. طيب وبعدين عندي هنا في أمريكا شرق آسيا أوروبا، هنكتب أمريكا وهنكتب الشرق وهنكتب آسيا وهنكتب أوروبا، وتحت خالص مكتوب عندك علم الإحصاء من أهم العلوم في العصر الحديث، هنكتب علم الإحصاء أهم العلوم في العصر الحديث. وعلى فكرة يا جماعة المعلومة العلم ده أساسا اللي أسسه العلماء المسلمين أيام فترة النهضة، طبعا حاجة تعتبر يعني مش عاوزين نقول في الماضي، ولكن هو فعلا أسسوه العلماء المسلمين في البداية. تعالى كده نعمل دمج وتوسيط، كليك يمين ونختار دمج وتوسيط، نختار دمج الخلايا. طيب كده ظبطنا الكلام الموجود هنا، تعال نشوف الكلام مكتوب جوه فاضي مفيش مشكلة. تعال نشوف بقى التنسيق بتاع الجدول نفسه، هنحدد الجدول وهنيجي في التصميم وهنيجي التخطيط قصدي، وهنيجي هنا نخليها وسط في كل حاجة، وبعدين نحدد الجدول نفسه برضو، وهنيجي في التصميم هنا وهنختار ديت، نختار الحد دوت وهنفتح ديت ونختار حدود خارجية بهذا الشكل. طيب من جوه في برضو في تنسيق، هنحدد دولة وهنفتح ديت وهنختار الحد بتاعنا اللي هو خطين زي كده، وهنخليهم اللي هي تعتبر ديت الحدود الداخلية نفسها، يبقى كده الحدود الداخلية اصبحت ايه؟ خطين. انت وصلت كده تعرف ان في خطين في الحدود الداخلية. طيب عندك برضو في اللي هي الخلفية بتاعت الكلام دوت هتبقى رمادي، نحدد كده ونديله في التصميم خلفية رمادي بهذا الشكل، بهذا الشكل، ملاحظات ملاحظات كده يا جماعة. نسقنا ايه؟ نسقنا الجدول زي ما هو مطلوب فين في الوثيقة. طيب تعال نعمل الاطار، الاطار سهل، هنيجي في تخطيط الصفحة ونختار الحدود، وهنيجي هنا في الصورة ونختار الحد اللي احنا عاوزينه، اي حد يعجبك حطه. وعليكم مثلا، وعليكم حد زي كده تمام، نخفف الحد شوية نخليه على 16 كويس،
نقول له موافق، وبعدين نعمل ادراج. تلاحظ ان في هنا ايه رقم صفحة اظن، في رقم صفحة، هنعمل ادراج لرقم ايه الصفحة، ادراج ورقم الصفحة واسفل الصفحة وكده بنغلق رأس وتزيل ايه الصفحة. كده نسقنا ايه الجدول زي ما هو مطلوب بالظبط. طيب هنيجي لموضوع الحفظ. مطلوب مننا ان انا احفظ الوثيقة بامتداد وورد وامتداد بي دي اف وبامتداد اكس بي اس. طيب هنيجي هنا في الملف وهنعمل حفظ باسم، طبعا هنيجي هنا نعمل مجلد وهنكتبه باسم الملفات المطلوبة، مطلوبة ندخل جواه وهنكتب هنا علم الاحصاء، تمام. نوع الملف يا جماعه مكتوب اللي هو دوكيمنت اكس اللي هو وورد دوكيمنت، ماشي، هنقول له موافق. بعدين نختار ملف، بعد كده حفظ باسم، وهنختار نوع الملف بعد كده بي دي اف، نقول له حفظ كده عمله بي دي اف. واخر حاجه هنختار ملف وحفظ باسم وهنختار الاكس بي اس اللي هي. طبعا احنا يعني بنحفظه بالابتدائيات الثلاثه دول، ليه الوورد قابل للتعديل، البي دي اف والاكس بي اس ممكن تبعتهم على الانترنت باحجام صغيره عن طريق اختيار الحد الادنى ليه للنشر ديت. هنحفظه كده، عندي اكس بي اس ملف كده، اكس بي اس هيفتحه لك الاكس بي اس فيور. وبكده نكون احنا نسقنا الملفات زي ما هو طالبها بالظبط، تقدر تتبعها تقدر تبعتها على الانترنت زي ما انت عاوز. بكده نكون خلصنا مع التمرين السابق، وان شاء الله نلتقي في تمرين جديد. اذا عجبك الفيديو اعمل لايك عليه، واذا عجبتك القناة حاول تشترك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.